حسيبة بتحب أخوها لدرجة فظيعة، ويمكن الناس شافت ده في مشهد لما هارب من ليل، وحسيبة ما همهاش رغم إن هي بتخاف منه على فكرة. وكان في مشاهد قبل كده دايما لما كانت تبص له عاملة كده، يعني ما بتبصش في عينيه، فده خوف لأنه ليل كل الناس بتخاف منه لأنه قاتل، هو عنده القتل ده زي السلام عليكم يعني. فعندها استعداد تفديه بروحها بمعنى الكلمة، يعني أي حاجة، بدليل إنها وقفت قدام ليل زي ما قلت. وليل كان ممكن يحط عليها بلغة حسيبة، يحط عليها جامد يعني، لكن شعبان طبعا قال لي بلاش يا حسيبة، خليك معايا أنا يا باشا، فرجع له وسابها. هي صدمتها في حبيبها مش إنه مات بس، لأنها كانت صدمة كبيرة إنه حبيبها وأخوها اللي هي بتحبه، انت ازاي تحرمني من حاجه زي دي؟ يعني انت ازاي جات لك الجرأه وانت عارف قد ايه انا بحبك؟ ده من وجهه نظر حسيبه. لكن شعبان ما عندوش عزيز ولا غير، عنده استعداد يعمل اي حاجه في مقابل الفلوس، ما عندوش ولاء لاي حد، بدليل انه ليل هو لحم اكتافه من خيره وولي نعمته والكبير بتاعه، ما عملوش اي حساب. ولو جت الفرصة انه يحط برضو على بلغة حسيبة، يحط على ابراهيم الجيار، هيحط عليه. فهو ما عندوش مبدأ ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيحب حد، حتى اخته. يعني هو صلته باخته هي صلة الدم فقط، مش فكرة انه ان اخته وهو بيحبها، لا، هو بيحبها عشان اخته مش اخته عشان يحبها. لا، ده التعاون التاني. ما كان ليش مشاهد معاه قبل كده في السبع وصايا، لكن ده تاني عمل احنا نكون مجتمعين فيه. وبعدها ده يمكن انا حصل مني مكالمة تليفون لما عرفت ان وليد هو اللي هيعمل شخصية شعبان، والحقيقة فرحت جدا جدا، لانه وليد يعني تقريبا احنا مدرسة واحدة، مدرسة التشخيص دي والتقمص دي، يعني اعتقد ان احنا شبه بعض في الموضوع. فكنت فرحانه قوي لانه وليد ممثل تقيل جدا، وممثل اي حد يعمل له حسابه وهو واقف قدامه. كنت سعيده سعاده غير طبيعيه ان انا هشتغل مع وليد. حصل بينا مكالمه واتقابلنا في اول يوم تصوير ليا، ما كانش في مشاهد بينا مع بعض، لكن قعدنا مع بعض واتكلمنا، وقلت له وجهه نظري في الدور والعلاقه بين حسيبه وشعبان عامله ازاي، وبالتالي هو كمان يعني دردشنا في الحكايه. وما تقابلناش تاني الا في الديكور بقى، واحنا بنعمل كان المشهد اللي ساميه سرقت فيه الفلوس، وبتقول له كام؟ فقال لها 120. قالت له بنت الكلب مش هسيبها، ده انا حسيبه.